هذا حال شعب البحرين كيف تنقلب أعيادهم وأفراحهم إلى أتراح بسبب ظلم هذه السلطة وقسوتها وبطشها، ولكن يبقى روح الشهيد، تبقى روح الشهيد هي التي تدفع بالأمل وتدفع بالحماس وتدفع بالصمود لتحقيق مطالب هذا الشعب. هذا الشعب لن ينحني، هذا الشعب لن يركع، هذا الشعب لن يتراجع. وصمود، ومعنى الصمود هو أن يستمر إلى أن يحقق المطالب العادلة لهذا الشعب.